بعد 28 عاماً على الانضمام الرسمي إلى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض، وجهود دولية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة. فقد توالت إنجازات الدولة لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض. ودخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوي يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو كوب، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995. وبعد 10 أعوام على دخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ، حقق العالم إنجازاً جديداً هو اتفاق باريس للمناخ، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 أمراً طبيعياً، حيث ستكون مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر المقبلين محل أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة. ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي. ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى عام 2050. وفيما يترقب العالم باهتمام كبير بمخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانيات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة.